القضية مش كده، هو ممكن تكون سموم الجسم او اي، يعني هو ممكن تكون سموم الجسم، مش ما تلزمناش بفهمك انت للرواية. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو أنا قلت لك أنت كمسلم مثلا ليه ما بتاكلش الخنزير؟ لأن الله حرمه. شفت ده صح بقى، كده؟ هناك ثواني فرق، بس، هناك خد فرق بس بين الله طيب، خد مني، خد وحديث مني، منسوب خد للرسول. مني، خد مني، خد اتفضل. مني. ايوه طب بس ما الله عز وجل اتاكم حرمه ليه؟ فخذوه ما نهاكم فانتهوا. لا ماشي ماشي، هو ثانية، حرمه ليه؟ شوف حضرتك بتقول ايه، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا انا عايز اوصل وامر للنقطة، مش بس تحريم وتحليل. عايز اوصل للنقطة، طب عايز اتفضل. اوصل للنقطة. ايوه هو الله يعني عز وجل حرية في حرمه ليه؟ الاختيار يا استاذ احمد، نعم، تقصد حرية في الاختيار؟ لا مش حرية اختيار، ده امال حضرتك لابد لابد انه انا اكون على يقين في العصر اللي انا فيه ده، ايوه على يقين، لانه لابد ربنا سبحانه وتعالى بيقول فليرتقوا في الاسباب، لابد ان انا ارتقي في الاسباب اللي انا بستعملها في هذه الحياه. ربنا سبحانه وتعالى امرني بان انا ارتقي في الاسباب، خد مني. فالمفروض طيب استنى يا استاذ طيب، وليد، عشان ما انساهاش، عشان ما انساهاش بالله لا عليك، اكتب، لا عشان الموضوع ما استنى انساهاش. بس، لابد ان انا ارتقي في الاسباب. فاذا كانت الاسباب بتقول انه ما فيش دواء يتعالج به ابن ادم اللي هو ربنا سبحانه وتعالى جعله خليفه في الارض وسيد هذه الارض وسيد هذه الاكوان الا اذا اتعرض على لجان علميه طبيه وتجيزه وينشر في المجلات العلميه الطبيه العالميه ثم يتم انتاجه بترخيص، ده يبقى دواء. غير كده ممكن يبقى نظرية علمية وقد تتغير، ممكن يبقى رؤية علمية ويبقى لصاحبه بالسلامة، انما انا ما اقدرش اعالج الناس، والا كمان المفروض نخش الناس دي تخش السجن. يعني لو جينا واحد وقال انا خلاص انا مؤمن بحديث بول الابل، وعلى فكرة حديث بول الابل تحت منه على طول البان الابل، طب بول ولا لبن؟ اصل احنا انا طب يعلق الشيخ وليد ونرجع نكمل. انت دلوقتي قلنا ان لحم الخنزير محرم بكتاب الله، كتاب الله اكيد في اسباب للتحريم، الله سبحانه وتعالى صح كده، وممكن يكون منها المرض، ممكن. وفعلا اثبتوا ان في امراض في لحم الخنزير، ومع ذلك لم يدرك في منظمه الصحه العالميه ان ده لا يؤكل. فده مش استشهاد، ان هو مجرد ان هو لا يدرك في منظمه الصحه العالميه يبقى الموضوع لا. كذلك لحم الخنزير، ومع ان اصلا الاطباء، مع ان اصلا الاطباء في اوروبا لما الانسان بيكبر بيقولوا بطل حاجتين، الخمر ولحم الخنزير، ومع ذلك لم يدرج على انه ده فيه امراض ويجب على الانسان ان لا ياكله. مين اللي، معلش عفوا، مين اللي قال انه لحم الخنزير في لم يدرج؟ لانه احنا بنتكلم في منظمه صحه عالميه، مش منظمة غذاء وأدوية، مش الفاو، ما بنتكلمش في الفاو، بنتكلم في ايه؟ الصحة هو يا فندم، الصحة حاجة ومنظمة الأغذية حاجة يا جماعة. يا أستاذنا الله يبارك في عمرك، يعني ما توديش الأمورنا دلوقتي دوت. عموما ده موضوع ده يسبب مرض معين، ده يسبب مرض خلاص ونهى الله عز وجل عنه، فهنا لم يدرج ليه؟ مش ده يسبب مرض؟ كما تكلمت في بول الابل قلت طب لم يدرج ليه؟ سعادتك دلوقتي انت راجل بتاع الاسلام، انت راجل بتاع الاسلام، روح ودي لحم الخنزير وودي بول الابل وقول لمنظمه الصحه العالميه دول. انا مش محتاج ان انا اودي عشان يعتمدوا، انا مش محتاج ان انا اودي. اوعى تفكر ان امريكا او روسيا او الاتحاد الاوروبي كله، يعني اللي انت شفته هو ما شافوش، هو هتفكر الكلام ده كله لو هو في بول الابر 1 2 3 زي ما انت حضرتك بتقول، لا ده هيطلع بيانات عشان على الاقل يضرب في الاسلام. لا لا مش لا لا, لا انا بتكلم طبيعي، انا بتكلم اللي بيضرب في الاسلام اهل الاسلام، اللي بيضرب في الاسلام اهل الاسلام بمخالفتهم للقواعد العلميه وقواعد التقدم والحضاره والانسانيه في كل الدروب. على فكره احنا ما قلناش الكلام دوت، يعني انا مثلا لما بتعب بروح المستشفى باخد ادويه، عاملها الخواجه وايه يعني ايه المشكله؟ عاملها سواء مسلم سواء مسيحي عاملها، ايه المشكله؟ طيب انا عايز ارجع تاني